أربع أجازة عن إيه؟ معرفش. يوم الخميس أجازة ليه يا حاج؟ نعم؟ يوم الخميس أجازة ليه؟ مش عارف دي اللي معرفهاش لأن أنا مش اشتغلتش، أنا اتكلت على المعاش. أجازة ليه؟ الخميس. إيه؟ طب ليه؟ هو بمناسبة ايه اجازة؟ السنة الاجرية. ما تعرفش ليه هي اجازة، بس اجازة ليه مش عارف. طب هي ايه اللي حصل في السنة الاجرية دي؟ ايه اللي حصل في السنة الهجرية؟ مش عارف. يوم الاربعاء اجازة ليه؟ لسه لغاية دلوقتي ما تحددش. انت بتقول لي انا في الشارع من اول الشغل، بتقول لي لو تحدد اجازه بمناسبه عيد راس السنه الهجريه الجديد الذي يبدا 1437 واحد محرم. وخلي بال سعادتك الظاهره الفلكيه اللي حصلت من اسبوعين لخبطت الكيان. كان بيقول لك ايه؟ كان المفروض ان العيد بتاعنا يوم الخميس، عملوا يوم الاربعاء، فاليوم ده رايح جاي شتتنا ما نعرفش بقى. سيادتك بتقول يوم الاربعاء اجازه، طلع قرار؟ طلع قرار ولا ما طلعش؟ بمناسبه راس السنه الهجريه او المحرم 1437 هجري.